شكرا. امين. مرحبا بخوتي عندي. مع السلامة. مع السلامة. ايه حصل. ايه. حلقني هذا. بصار. يا الله. كراوة. ها؟ الكراوة. اه دي يبقى على كراوة. ويصل صبحي نلقى الرياضة الصباح. ويصل صبحي نلقى الصباح الرياضة. انا ديالي يقول لك نفيقوا بكري ونقطعوا باش نجوعوا من تما. انا فقت بكري الساعة 5 صبح عم نقول لك ولكن كاشيات حرقني. كاشيات حرقني ما نقدرش يا من نشوف شي حاجة حرق فيا ما خصنيش نتعب عليها باش نصبح مرتاحة. حيتاش الحرق ندوزو زينو والمرض ندوزو زينو. وين المرضو دوز علينا كحله. فاطمه جات على الصباح جات مخمله مكمطيه سلام جبرتني على نقي في الطرق قالت لي ويلي على المبهدلين. ويلي على المبهدلين قالت لي ويلي على المبهدلين. تينا قيد دحتي احنا ما نقدو فاطمه. لا 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 انت بعدا نهار بقى مع البوطه. وقالتي فاطمه انت بعدا نهار مع البوطه. وحنا مع البوطه كيرحم. تينا بعدا نهار مع البوطه ما انتي جد بكري. اش باقي ولا؟ وي 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 جد بكري صافي. وي جد بكري صافي اللي جد. جات لي اختي فطرت نهار صحقتها القليل نفايكم القليل بواعي وعلى زين. عزيزه عزيزه عليها بيضه النفس. عزيزين عليها. اخالتي فاطمه وملي سالوها ود الراضيه طلعوا الدجاج تويصال. والله لا يدير فيها هذه. خليهم يجمعوا باش تجي القلية منفوخة بحال الكيكي. دابا تبارك دابا غنقطعوا التريد وراي من موراها باش التريد نلقاو على اللولي. انا باقا المسابقة سعيدة والفاطمة شكون تجيب التبدة احسن. يلا سير على الصراحة انا زعما ماشي زعما كان يعني زي زعما كنشكر ماما ولا شي حاجة. الضيف ديالي مزيان. انا غير ماما واخا عندنا كفر غالي المغرب ما عندهم واحد الطعم خاص. كنكون غير كبارين ومطيبين كيف من داخل كيف من برا يعني كيكونوا طيبين ومزوجين. تحية خالتي صافية. تحية ماما الله يعطيك الصحة. مزوجين دابا تبعوا مطلقين. اه مزوجين ما خليهم مطلقين. غلط عليا فاطمة. فاطمة غلطيها مطلقين ولكن ما غلطيها مزوجين شكون قال لك المختار هذا هو الغايب. كنقيو على وحده. كنقيو على وحده دغيا كيجبسوا وحده. اذا مزوجين لا ما كيجبس ما كيجبسش. المهم مرحبا بكم تبارك الله قداش رجع. اللهم صل على النبي. انتم دابا فاطمه صافي جلسات هي وسعيده دابا حيد بالك من طريق. هي يمكن نصف الطبيله وانا النص تعاونوا عليه. بسم الله. اذا بدو انا نشوف برك. بسم الله. وقلنا الحليب هذيك قلت راه مشوحه من ديك هذا الطبق راح مرات الطبق فين وحيد منه ليه داك الشيء وزيدت هنا عوض. بسم الله اللي ما فرحك فاطمه باول تريده لما تبقى تمشي فيها. ايه بس بتغدى فاطمه اه وهالشباب اللي هنا كامل شكون عندهم. واش يقول لك من بيقي مع عصير بيض الطحين يقول لك عندي دجاجه. ولا دابا عاد تعلموا. هاني ساكنين في فرق الله تعلموا. جوزي افتح لك الباب هذيك. جوزي فاطمه فتحها. اه هي مع المقلايه باقا جديده ماشي. لا هما كاينين جوج ما عرفتي انا واش هذه ولا دراديه. دراديه بالي هي جديده. ناي دراديه مزينه هذه اختي والله يعطيك الصحه يا الحبيبه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله اللهم صل على النبي. بقي شوي الحين صافي. بسم الله قطعتك هو هذه عملوا لي صغيرة يفرق الله فقط شنو قد البنات. لا ما كبير صافي يا ابني هو تما قبل تريد تما جاني تريد تما راح واعر تقدر تقدر لو ياكل يا ابي تيم شغل صافي طيها طيها غير زنوة قليلة بس زد ليه هكذا تروجي خلي تطلع مني نقل ما يقول شنو خصك يا امين؟ اجماع هكا في الاصلاق. ايوا هاك اللي تختي لا تريده هاك.
يلا فاطمه واحد النهار بنقيو يومين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نقيو الورقه نعمر الفريجو عدل الفريجو الفريجو البريوات السيكا قنين طين كل شيء ان شاء الله يا ربي. دي عشي شيش كارد لحرش د لحرش دمية درهم كبير إن شاء الله. أنا فقنا هي كبيرة مزقش بس تقول. إيه والله. جيب جوس غيوري حسن. آه عشان حسن تقول. حسن اللي زقش كبيرة. آه ها. لا وكين طحين خاص بغاية على زين. هذا مش غيوري اللي زقش حسن كبير. بس كي جاتو سخونة. صافي يجي مثلا. جاتك سخونة. تشبر ما تعطي واحدة. يا مسان صدقي بوحديتي اللهم صلي على النبي. دابا انا هيدا كنخرج من نلصق يدي. لا والله الا دخلت كنخلص يديها واحد النهار شجره تمشي تلصق يديها باش نقول واحد النهار عملت الثلاث عملتو مزيان عملتو مع سعيد. الله الا كنت كنعبد وهذا قبض لي الله يهديك باب الخير يا منى تحياتي يا منى كنا فوت في النباح هذايا يبا كنت نهرا انو نجيبو دايما في ميكو المسلمين نجيبو على قوت لي وصافي انا نقول لهم سبقوا ديالي هو الاولي قال لي انا عارفه السباق ديالو قلت لي يوم العصا انا كنت ريحه انا يا خايت لي الناس صافي هذاك الله يرضى عليك مالي مشات غزه مشات بحالي مشات يا اخي اجراو عليها ايما الحين طحين الغلاوه يا كاش راسينا الكريدي ويا رزتنا في التري طلع طلع لي هذه عقد طعام يوم هذه العيله لكن انت تبارك الله كي داروا يا قطعوا معايا بحال حس فق تعال هذا زعما السحر ديني مقطعه ها هي هاك تحت هذه ها وصلت تحت لي مقطعه امين اللهم صلي على النبي هانتي تبارك الله الله يعطيكم الصحه وجا خايبه منه غزلان بصح هي حلقه على ورقه البسطيله ورقه البسطيله كتكون مغليطه ديما قله من جينا عندها تقريبا بحال هذا ما ناكلوش غير للهاء انا قلت له في رمضان واحد النهار نقيلو هنا قيلو في هالدار صافي ان شاء الله ونعيطو لشميشه حتى هي انا نتسوني وعلينا نجيو نقيوا هنا والله ان شاء الله يا رب خلي غادي فاتش الوقت لا ياكل كيفاش تجمع زعما تلقاش البيوضه ما تلقاش البيوضه مره حتى ما قلبوش قلبو قالو قلبوش حابين يطيبوا على واحد الجيه ده شغل شغل جديد ايه شغل جديد لا تشريته الله يديها ويلي وحدي يطيح بينا المرايا ويلي يطيح بينا ويلي تي ناقلا زيد شوف الكاخر هنا قيل مشكله هي نزيدو هذيك بنت عاوني الله يخليك الله هذه بنت عاوني انا باقي الكومنت انت ما باقي الراي صافي حصر ما لا فرشت يا بنت ما راح يدفي هو طفل ما ليش نقول جيم زيوني عمر بالزيت هاي زيد انا زهره زيد عاجبني جميله مرحبابي عطيناها من البيسر دسخون عطيناهم اتاي قالوا لي وباقي الناس عايجيوها ويسر قلت لهم انا ودابا هو مجلس هنا الحمد لله عاود قلت لهم عاما نجي عاود عاود نعطيوه والله الا قلت لهم الخير ما زاد الحمد لله كاين ناس دسخون في الحال انتم تبارك الله وصلى على النبي اللهم صلي على النبي ها طاقه سعيده اختي انتم شوف تبارك الله شوف اللهم صلي على النبي بحال السخات ورطب رطب عندي ما نقول اي والله يعطيك الصحة يا فاطمة يا اختي الله يبارك فيك غير لا راه بقيت لا ماشي خربيق ساهي انت ساهي لي اي حسن كمل ملي ماشي عاود واش البينا نعاود ماشي عاود بدات تبارك الله تاك عمر دابا ماشي عاود ضروري صات صغار تري تري ولا شبع التريل ما يتودق عليها الزيت ما سبقلوش من الواصل باش ما يجيش فيه الشفاء كيما الشمع ما من الاطراف من الاطراف والوص ما ينجب لك يجيب هذا راسو هاي ماشي تبارك الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله دابا شنو كنقولوا فاطمه الرفده 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 شحال كنعد في الرفده فاطمه 8 7 8 تبارك الله دقي 10 الله ما بدلش تدور بحدا واحد ايوا اختي هي قلبها بقي بها هذه عاد الرفيسه ان شاء الله 8 8 تبارك الله صلى الله عليه وسلم ربي يكون خير الله يخليك Yeah.
دابا هذه رقم شاد محمد زعما اه دابا شنو تخي اختي مالك ها انت هي مقار مشى عمسيت الله في يد المعنى وحين خيمة شغل وعاون لا تانتي لا منساوكي تانتي يعطي حقك على خفشي لا تزيارش تبارك الله الطابلة كتبت تبارك الله جاو خاروبي ايش السلام عليكم بعد قلت السلام السلام عليكم مساء النور كي دايرين لاباس عليكم وقبلوا مع تريدة قبسك الله يعطيك الخير يوشتي يا سيدي شويه بقى طيثالو راه طلعوا عرق لا عم في قرمشي واش باش ناكلوا لان يدورني ملي كون طبيته ما خلقتني بك واقي يقول لي انا قرمشي وحدي والله يجعل لكم البركه اللهم امين خمسه تبارك الله وهذه يا يعلم الله شحال فيها عاود شي ربع ولا خمس صافي دابا اه اخويا يدي ما وضنس مرحبا نهار جينا بواحد الفيديو جديد عاوتاني ونهار جديد ونهار جديد صباح مشمش تبارك الله السلام عليكم شباب ديالنا كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى بالله تكونوا كاملكم بخير على خير المهم كما شفتوا يعني دابا كنا بدينا معكم من التريد دابا وصلنا لنهار الدار الفيسة نهار ديال الطياب البارح طيبنا التريد واليوم ان شاء الله غنطيبوا الرفيسه هاد الدجاجين خصنا هنا بقينا هنا فاطمه عندنا كيقطروا في البانيو مع بيتين عندنا في الحامض والليمون والملح الليمون والملحه فاطمه خدمه كنقطع البصله نعمت لنا العطريه هذه مسخن مسخن ما بغيتش نحيدو من هاد من هاد الكاغز فوقاش ما يكون كنعد منه كنعدلو ونرجعو حيتاش كنخبش ما ينتلفوا لي مع العطريه ديال اللحام وديال الدجاج لا مع عندي الزيجان تقريبا كاملين بحال بحال وكنخاف الا خلطتو من وننسى علاش يخليهم في هذيك الكرنطه في الزيج خايفه تضعفيهم ايوا صباحكم المشاهدين ديالنا كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيان نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير تحيه لكم كبيره كبيره بزاف ايوا نتوما معانا نقينا الدجاج البارح عدلنا التريد ودابا غنعدلو الرفيسه ايوا حنا ماشيين معاكم ايوا كنا معانا من الاول حتى الاخر امين يا ربي اللهم امين ها حنا ماشيين دابا ان شاء الله اليوم غنعملو الرفيسه مع كما كتعرفوا من هذا الرفيسه كتكون الطعام تبارك الله كيكون العائله كامله مجموعه دابا باقي الله الصباح ضدنا انا وفاطمه سبقنا من الدجاج ونشرملو كل شيء ونخليوه كيتشرمل وليك الساعة ترجعوها ميطيبو باش ماني بلغ عليك 11 ولا 12 يكون الغداء عندنا واجد ليك الساعة غير نسقيو صباح الخير فيقنا لكم هالصباح ياك والله إلا جاو جبرونا باقي الناعسي أنا نتقلب وفاطمة ناضي ما تصنع لي إذا نصنع لي نقول لنا ندغي عنها عنها وطنق في الشغل فقط التجويجات خرجوا ولا خدام ديال القصبه راه يقلبوا عطيتهم ياكلوا دخل مغاد ديال خرجوا محل فين ديال القصبه قلبوا انا ما ندري وين نقلبوا شي اللي بانطيو بصح باش حيتاش النهار هذا عندنا فيه بزاف ما ينداب نعجنوا كينا الوقت اما الا منضتي معطله ما كيكفيش الوقت مره نزيد شو كاس ديال الماء هاتهم راه خلطوها معاها ما عندي لا هيداك بطل معاك باقي خصني باقي خصني التوما ما جاوبش شي كيلو لا شي كيلو الرياض نزيد واحد ثلاثه الرياض ما جانا قلت نجيبو لها هي جابت لي على ثلاثه نصلي على النبي شملوا الدجاجين دابا مزيان نخليهم يرقدوا
انا عملت في الصينيه كبيره باش ناخذ الراحه ديالي هادي تخلط ما بغيتش يعدل الزيت حيتاش العمل دابا الزيت ما يخليش العطريه تلصق صافي البصله برك برك ونحط في الطنجره بسم الله بارك الله يا ربي شحال دابا ياك البصله انتي عاد شوف انا من واحد الطريقه اللي الناس اللي كذا بقى لهم البصله هذاك بالطراطق زعما كبيره ما كتبغيش زعما تطيح لهم غنوريهم واحد الطريقه اللي كذا رجع المرقه خاطره كلها بصله وفي نفس الوقت ما كيطيح حتى حاجه ما كتصفاش الناس غنوريهم واحد الطريقه ان شاء الله ربي نعدل لحداهم انتي عاد نشعل عليهم دابا غنخليهم يهدكوا يرقدوا شويه مازال نتوما على القشره ما نقشرها نتوما غسلتها طيحها كامله هيداك باش ما نهزها كنهز الثومة هيدا مكمولة والعود ديال القرفة ما كنعملش القرفة غابرة في الرفيسة غير العود باش كيطلق ليك الردة ليك اللدة في نفس الوقت ما كتشتتش الله يعطيك الصحة إيوا صافي دابا نخليو دابا هادشي هذا كامل ندوها نشعلو لها ودابا عندو نعدل الكاشير بالكبدة ديال الدجاج هذيك الكبدة والعناء قبل شوية غنختار الكبدة بسم الله كاملة باش نعدل بها الكاشير باش نزوقو بها جيت في التواسع في التاسع حنا ما بغينا ندخلوها لداخل حتى حاجه هي هنايا باش كلشي يبقى برا بلا ما نقيلو عندنا التخاط داخل حيد عليك القليبات والكبده هذا ما يكون على راحته على برا ايوا والدجاج تجاوز زال تبارك الله هذا ما فتحهمش القلوبه باع نفتحهم كلشي يتقطع حطها شويه ديال المعدنوس شويه ديال القزبر مخلطين مع بعضهم راه فيها شي ولا نزيد بارا بزاف لا ما بزاف شي هذا سواعره هذه سواعره تجي في المره بالحجار تنقى خاوي هذا التخسر الرجوع ديك الساعات العدس من عاد من عاد مرقوا الطنجره ديالنا الدجاج وبداو يغليو كنديو المرقه من العدس من الدجاج ونعدلوها في العدس ونرجعوها تطيح في الكوكوط الصغيره انا جبت الكوكوط دابا انا نعمل لكم مرتديله مرتديله بالكبده اللي كتكون في الرفيزه لكن انت عطرف من هذا محمد صافي مالو كوم جي مجي كيكون فيه كل شيء العطريه كامله باقي الله بدا تتقلب ايه كان فيه العطريه شتي زيد واحد شويه شي تزدر ما وصافي الله يعطيك الصحه ودي عمتي شويه ديال الخرقوم جيبي فاطمه ليك المسخنها من تما الفرق نعم عندنا شويه ديال الزبزه شويه ديال الملح صافي والمسخن زيد شي جوج بيض بيضه صراو فين اوكي لا ربع البيضه شحال ما عملت لها كله مزيان ما خصش عاد يكون البيضه تزايد وصافي عندك بحال الجغلة دابا اه ونزيدو المساخن صافي خلطو مزيان كاين اللي كيبغي يزيد شي معلقة ديال الطحين باش كتجي عقدة كاين اللي مكيبغيش يزيد هانتوما هادي الكبدة الربع والعطرية اه الكبدة الربع والعطرية والمساخن والملحة باش نعدلو ليها ان شاء الله الكاشير كاين اللي كيبغي يعمرها في القوالب ديال السيليكون كاين اللي كيخليها في الميكا ويبقى يروليها باش كترجع بحال الشكل ديال المعتدله ديالك لكن هذه راه صحيه بزاف هذه يعني فيها الباك فيها الكبده فيها الربيع فيها العطريه فيها داكشي كامل صحي ايوا دابا صافي غنخليوها هيدا نمشيو نفطرو ديك الساعه ترجعوا الريحه طلقات ديك الساعه من الطقاس تاع الكبده اه دابا صافي حتى الدجاج وافي شويه دابا عندهم نقلبوهم عاوتاني يعني نعدلو عاد دجاجه في المقلاص شحال بان نكونوا بينا شحال ما كان كلشي على حسب اللي عايجيه اه 8 دجاجه تبارك الله هذه هي التمريقه غنخليهم دابا يتعسلوا صافي دابا غيبقى يطيبوا على خاطرهم علاش انا عملت في الطنجره كبيره هيدا من 90 من 90 وضحى لك ما بغيتي ما يعذبوك ما تمشي ما تجي
شتي دابا انا نرفد منكم ديك الشيء الخبره باش نتعلم ان شاء الله يا ربي باش نبقى نطيب ما نكون انا وعمتي ان شاء الله يا ربي نكون انا وعمتي باش نبقى نطيب العرس مصاب طيب على البطن قال العراس بين ومن شعراس. المهم كما كتشوفوا الحبايب احنا دابا خدامين كنقطعوا التريد ديالنا كنقطعوا غير بالمقص فاطمه كتلوي وانا كنقطع باش يجينا رقيق وفي نفس الوقت كيجي واعر. اجي تشوفها انصاف الريلون قرب الكاميرا دابا انصاف هي اللي كتصورنا بهذاك الشيء انصاف هي المصور ديالنا ها نتوما باش كيجينا بالشريوطات ها تريد ولا ماشي تريد ديال رفيسة ها بورقة يا ورقة هذا هو تريد ديال رفيسة الأصلي دابا حنا عدنا رفيسة تقليدية 100% مغربية ما تقولوش اختكم ماشي حادقة اختكم حادقة المهم والله إلا الصراحة كنشكركم بزاف بزاف حيتاش كاملكم كتقولوا لي وصال تبارك الله عليك وصال خصوصا في واحد الفيديو ديال جدي قريت التعاليق كتقولي وصال فتحنا شي قناه خاصه ديال الطبخ وصال بغينا نستافدوا منك وصال وصراحه انا يعني كنشارك معكم الوصفات وداك الشيء ماشي ما كنشاركش معكم غير احنا يعني انتما كتعرفوا القناه ديالنا يعني اغلبيه على الفلوكات فيها كل شيء مخلط يعني ماشي يعني احنا كنعدلوا معكم فيديو فلوك وفي نفس الوقت فيه الطيب ونتمنى من الله دائما نكون خفيفه وظريفه على قلبكم ولهلا خطيكم علينا ايوا ها انت النفيسه ديالنا ها انت اش ما تقولش يوم هالي نشي فيك انا وفاطمه فطرناها مسكينه جالسه مع جالسه مع بنتها احنا دابا سالت بالتقطيع صافي شوف شوف خالتي وصلت سالت بالتريل ها الدجاجينا دابا طابو بسم الله ولفنا لا 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 هذه الطريقه اللي كنعدل انا في الرفيسه باش ما كطيح حتى حاجه حتى البصله ملي كتذوب وكيتخلط كلشي يعني ملي كنسقيو التريد ديالنا كيجي شارب وفيه اللذه كلشي يعني اللي كانوا كلها مخلطه حتى حاجه ما تضيع حتى حاجه حتى الرفيسه اللي بغات تشرب المرقه كتشرب المرقه وهي يعني بالبصله بكلشي ما كتحسش بيها حيت كل ديال الحريره صباح الخير صباح الخير مشاهدي ديالنا كيف صبحتوا لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معنا في فيديو جديد نهار جديد مع وصال فاطمه شكرا لكم بزاف على وقتكم يعطيكم الصحه وعقبه لكم ان شاء الله نوقف معكم ان شاء الله الله يهلي خاطركم الحبيب ديالي والله شكرا امين نشكركم يا في ريحه البصله الزغبيه ديال جوهره جوهره احسن منكم ولا عرفتش اللي عمري تصب لا المشكله مع الفيديو جا مخلط عم بريحه الدخان بريحه البصله فينا كل شيء هاي بلاتي اختي عادلكم مطول بعدي كمان كم مطول عايله ديك الساعه ديال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي هذا دابا احنا تجينا خلو هنا يعني القدرو كما كتشوفوا مرتديله ديالنا هي هذه الكشر ديال واجد ديال الكبده تسمعي مرخف شويه وصافي لا ماشي مشكل ها انتما تبارك الله طيب غادي نجيب واحد الموس دابا عنجبد هذا الكشر اللي طيبت كما كتشوفها بسم الله تبارك الله طايب دابا بقى حتى يقطع دابا انا عملته ديريكت في المرقه هادي عا خليتها تجيب لي فاطمه واحد الطبيصل باش نحط فيها باش نقطعو ان شاء الله ونزوقو به ها كيكون واعر هذا الصراحه كيجي لي انا كيعجبني هادي جات لي اشمعنى تبارك الله جات دابا صافي عا نخليو عندي هنا كلشي واجد دابا هذيك ساعتي غنقطع بالطوف ان شاء الله ملي كنكون في الدريسه شحال نعمل عندكم الدريسه دابا غنخرجوا هاد الشيء هذا طيبنا ما بقات تشحر مزيان ماشي تجي لذيذه العدسه هي فين هي ما بغيناش نعدل العدس بزاف حلبه
ما كياكلوهاش نتوما غادي نحب انا بدي ما كناكلهاش ادينا حافر عندنا تقريبا نص كيلو ديال اللوز نحطو في الماء يتفسخ ونفس ونقي المقشور وليك ساعتين نقلب الروز مكملين بالزبده اه تنحدو هو على يده اخر دابا هذيك باش تعمرها بديك هذه عمرها باللوز اللوز ملي كنغسل مطحون لا كاين اللي كيطحنوا انا غنخلي هذاك مكمل باش يبان يعني كنعمل فيها لي كارب هاد الحبات خمسه هما كيعدلوا البيستاش كاين اللي كيعدل الكاجو كل واحد هذه بتكون عهيه ولا فقط عهيه ولا وكتكون مسقيه بالعسل دابا كنعمل الزبده من بعد ما ذوبتها كندور هذا معلقه باش كتقرمل الزبده هي اللي كتقرمل يعني هذه كتكون فيها لي دابا فين وصلت ها انا دابا صافي انا عمرت هنا ديك الكنافه ديالي او الكشاف ديالنا كما كتشوفوا ها كيفاش كيجي كله عشوب ومسخن دابا صافي دابا هاد التريك بسم الله غادي نقرب شويه لهان هانتوما التلات ديالها كما كتشوفوا تبارك الله جواعر واعر كيجي داك التقطيع انا والله الا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله عدلوا جوج قصيعات واحده كبيره واحده صغيره الوالده ديالي الحمد لله انتم لاباس عليكم بخير هانيين مزيانين الله يطولكم في العمر كما تحصيو عليا انا كنفرج فيكم وكنتعرف عليكم الله يرحم الوالدين شكرا بزاف كما سولوا بيا حنا كان انا بغيكم شكرا شكرا بزاف تحمروا في الفران صحة زعما معاك غسلوا قشع مجموعين شوف هكون هنا شوف قلبت هو انا قلبت هي ما فتش انتما تبارك الله شفتوا المقا كيفاش كتجي خطر تحمر وعرفتي كنت انا كل جنابي علاش والله الا تحمر فات فيه شويه فات فيه شويه المهم دابا نعمو عين بالقا في الزلايف صلاه على النبي بلاتي لا تعوض قالك العيبه رجع لها مالي ايوا لك ساعه تندب يلا زيد في السرقه مرحبا بكم وصحتنا واقيلا نطعني من لك وحطاش ندب قول نسينا انت نسي تقعد الصحه تاعك كتفكر والله الا نسينا انا غتفكر بالله هذا كنا مرحبا بخوتي عندي الله يبارك فيك من المشاهدين يعني عن نضحكم هذه النقطه اللي كيسول بعض محمد شكون هو وخصوصا ديال محمد هذا يحيى مرحبا بك يحيى الله يكبر بك نورتنا هالنهار هذا يحيى وهذا يونس مرحبا بك يونس الله يبارك فيك خصنا هذا النهار هي اللي خصنا نذبحوا شي بقره كبيره زيد شي مكبيش زيد شي بقره هاي يونس مرحبا بك الله يبارك فيك يا خويا شي 3 سنين ما جيت عندك دابا شحال هذه ما وصلت لهنا شي 3 سنين شتي عليها ما بقيتش نعرفك انا تبارك الله مرحبا بك ايوا محمد اللي ما عرفوش هذا مرحبا بك انت انا مرحبا بك انا الوالد شي تحية مرحبا بك اللي عندي السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أهلا صاحبي فاين أهلا شنو هادشي مع السلامة مع السلامة أهلا مبروك أهلا السلامة عندي نبدا صاحبي دابا نضرب يا ولد جدي عندنا صاحبي تنتي عاودي وكان توقعت عاد جاي عند اصحاب الدقه المراكشي عند اصحاب الدقه المراكشي نهار كبير الله يعبروا عليك ابي خالد هاني زين زين ربي اللحيه صح الله كيف انتم وزين واش الوالد سبحان الله الوالد ما ياكلش هادشي مع الاسف واش كصايب هادشي تبارك الله عليهم السلام عليكم ونهاركم مبروك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله انا كنت هنا الفوق في الدار مع واحد المعلم كيراقل لي شي
وشي بيبان مزيرا من القاع ما كيتفتحوش على الزربي وكاين قص منهم في نفس الوقت غيطلعوهم باش نصيفطوا معاه المحل ديالو غيديهم كاملين نعملوا المحسبه غالي مزيان لانكم نتوما صريتوا قلتوا لنا البيبه خصكم ضروري تبدلوا المسبغه ما جاوش مزيانين وشكرا على الملاحظه ديالكم عملنا بكلامكم صحه البيضات نور ديالك الله يعطيك الصحه ونهار ونهار كبير هذا الاخ ديالي اول مره انا كنشوف والله الا عاد جا عيطوا لي دابا للدار وجي دابا عاود نهار مبروك هذا عاود من اللي تلاقينا بالاخ ديالي ولينا توجع عاود يحيى ويونس عاوتاني مرحبا بكم مبروك بجميع العائله وحنا فرحانين لان قريب الصراحه باش كنجمعوا هنا في البلاد كامل زيدوها هدروها زيدها فاطمه زيدها عمتو يلا سيروا على الله حنا بعض المرات كنتوما كتشوفوا كنطلعوا تما ونتلاقاو ولكن الاخ ديالي مع عنده الشغل ديالو تما عاوتاني مجابل شغله عاود الله يعاونو ملي كيكون عاود عنده شي وقت ولا كيكون شي مناسبه كيجيب زيز منه ملي كيكون شي فرحه ملي كيكون والو عاود هضرت الله يفهم شنو هذا واجب هذا واجب اخر هيا ها انتينا اللهم لك الحمد الله تبارك الله شكرا لك جاح منك اسمح لنا عندي جوج صافي الله يرحمك انت سيب انتوما انتوما تسمع جالك انتوما كاينه في الوسط كيما الزواق ديالي سيدو ما تجيوش ناكلوا معانا وتبارك الله الخير موجود الخير تبارك الله هذا على كل عبح كيف ما نقول بصحتكم بايد بايا الجيش دابا عامل يزيد مسكين بالي قلت معايا كل بقوله وانت مع بتاش ومع تلاهي المهم دابا خدامه كنعمل الراديو عمتو معها بفيسه ديال الراديو فهي عاود عملنا مثل البيت طبعت لها الكنافه ان شاء الله باش ندي لها عاود اكل كل بعدا شكرا صحتكم يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه انت الله يعطيك الصحه انا شنو عدلت لينا المشاهدين واه انت قلت فيتا فيتا عشر هاي دولي حلقني هذا بصح يا الله كراوة ها كراوة هادي يدي على الكراوة تدعس لي تمشيش ومرحبا بكم نورتونا و ودردرك اش ميشا الله يبارك لك بيبا وفصلا بالله دردري وفصلا بالله العقبة اللي راح عاود في الدار ديالي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا رب استمع لك وابتقى ان شاء الله يا ربي بابا